السلام عليكم اصدقائي، كيفكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير. رجعنا لكم فيديو جديد. طبعا بهذا الفيديو راح تلاقوا فيديو مليان مواجهات، مليان حركات اكشن، فيلم هندي، شو ما بدكم تتوقعوا موجود بهذا الجيم. فما بتخيل اي يوتيوبر اللي بتعرفوه عمل هالمواجهة هاي وهالكلات اللي جابوه اللي صار بالجيم. المهم خربطنا شوي عادي لانه ما لي نايم. فعدد كيلات عالية، مواجهات نار، كل شيء حلو. بتمنى انه يعجبك الجيم. فطبعا لا تروح الجيم على حالك، تابع الفيديو للاخير وشوف شو صار بالجيم، لانه جيم نار كيف كيفك، بس مواجهات كيف كيفك. وتابع الفيديو، طبعا مو نحن غيرنا، فتابع الفيديو للاخير وراح تعرف شو صار بالفيديو وشو قصدي. والله يلا ما راح احكي شيء، فخليكم مع الفيديو، تابعوا الفيديو للاخير، ولا بترككم مع الفيديو. مشاهده ممتعه والسلام عليكم. في واحد سعودي كان عم يسب الطياره، قلت له كم هاكر معنا تبلش يسب، معناته شب الحنطي فاعل. ما هو قاعد جنب المروحه، لما ما بيحكي يجي الصوت على المروحه بيعطي صدى. ما عم يفتح عندي شاشه، ها قاعد نزل بالحضن ولا شو؟ ليك اللاج يا الله ليك. جاي ما تكتب عندي، ها وين ابش مجنون ابش انا مكمبر. في حدا ولا ما في؟ في في ليك اللاج يا الله، اللاعب ما عم يمشي. اللي عنا خاصين ركز مش سكوات. لك اللاق يا الله لاق. اجوا خلص. لا هذا مو طبيعي. ليك لبس واجهته بس مو وشه، فتت بوشه بينك صعد دغري. البينك صعد على 800. ليك مليون بي يا الله. كلهم السكواد كامل، السكواد كامل. ما قلت لك لما كنت عم بحكي هذا السب؟ تابع صور منزل براسه جيم، وهذا هو قهره. احسن ما نعذب حالنا يا زلمه، صار 20 جيم. الله بينغم من حاش. ابلع ديك السبات الايم عنده يا الله. شغل سرعة كمان. اي بيك يا محترم. ليك ابن الحرام. ليك سبات الايم، ليك تفنش. شوف السرعة عنده، فعلين فول هدول اخي، ما بيخافوا. اقسم بالله حرام، هذا والانفور السلج اللي بايده، اقسم بالله. لك هذا اللي منحاش رقم 3، انت شوف رقم 3 شو عمل. ما عمل لك، هات العشرة. 10 يا ابن الحرام، 10. رقم 2 هات الخمسة. اكيد ما هات خمسة، يعني 10 و5 15 1 1 17 كيل. معقول لك الطيارة كلها نزلت مطار؟ 50 واحد نازل مطار يا ابن الحرام. صور ونزل فيهم جيم. خلاص بوش، شوف اذا جيم حلو. انت ليك السرعة، ليك السرعة اللي عنده. ما بقول لك هو هذا المنحاش مشغل فول، هذا شغل فول. شوف منحاش. لك عم قال لك عن منحاش، هو رقم 3. الله ياخذ عمرك ان شاء الله. فعل فول، ما فعل. قلت شوف قلت
اول ما فات بوشي الفينك صار 800. يعني هاكات ومنوب نزلوا بعيد وبعدين اجوا لعنا. لاق عنده لهيك عم ينط، ها من اللاق عم ينط. لا بده يوقف السرعه. اي من السرعه. ايه لاق لاق عم يلقلق عنده. تابع تابع. ايه ما بدك سياره؟ لشو السياره يا زلمه؟ تمشي اسرع من السياره. شلون مسمي حاله؟ شلون بدك ماله عرفان يسوق السياره يا زلمه؟ هذا قاتل واحد. ابو فيصل كم واحد قاتل؟ 5 زير 2 18 كيل بال شو اسمه هذا غير اللي شالوا بعض. 50 واحد نزل المطار. خلص الجيم. اسرع جيم يا زلمه. هذا عزيز كمان عليك. هذا عزيز، هذا عزيز، هذاك نار تواجهنا. عزيز كمان موجود. هلا المواجهة راح يصير بين عزيز وهدول. شوف شو راح يصير. ايه نط من السيارة على السيارة. انت شفت نطه كيف؟ يا واحد منهم من حاش رقم 3. شوف 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 سرعة سرعة سرعة. شوف عنده سرعة تبع الجيب، ما يسيطر على السرعة. لك شفت مسافة بين الباقي والش اسمه النط على السيارة. يزمر له. هاد مو تيربو عم يمشي، ها ما يسترجي يمشي تيربو. بس يفتح تيربو والسيارة راح تطير. انفصل رقم واحد. لا بده يطلع هيرست. ابطال والله هذول ابطال. طلقة هيت شوت. الله معيرة خيو طلقة هيت شوت. روح طير. صعب انه يفتح تيربو يا زلمه، ما عم يفتح تيربو. راحوا على دروب. ليك 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 من السرعه يا زلمه. ما هو اذا شغل التيربو تعرف السياره راح تطير. راح دروب الثاني كمان. روح انت. ليش ما عم يهجموا على العالم؟ ولا خلصوا كلها؟ خلص اخذوا الكلات اللي بدهم اياها. صار عندهم كلات ما يسترجوا ياخذوا اكثر من هيك. ليك ليك ما عم يلحق يا زلمة. بس هذا شو عم بيساوي معنا يا زلمة؟ ليك لسه ذهب هو. الثانيين الثانيين عندهم تقييم. انزل. ايه كروزر.
واحد تقييمه تاج. زين من حاش ما ليك 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 شباب ما عم يحكوا شيء؟ مسكر العام فتحت ما بسمع صوت شيء. بلا في صوت بس ما عم يحكوا. ما اعرف ما عندي صوت. كابوس على قولة المشرف اللي عندي على الفيس يقول هذول مفعلين فول جيروسكو. لا هذول مفعلين ماجيك بلبل. ماجيك بلبل واحد عم يأشر زلمة من جروز بأي مسافة شالهم يا الله. اريد دوت ولا هولو هولو ما هولو ايه خليني اشوف كم كيل فيصل ماني ليك 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 الهيب عم فيصل زير بس بده ينزل عم يقاتلوا على الكيلات يا الله بس بده ينزل من السيارة. ليك هذا شلون الايم كيف لحاله بيروح على اللاعب؟ من حاش شالهم كلهم؟ فعل ماجيك فعل ماجيك. لا اله الا الله يعني وين؟ لا 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 السؤال بس طرف. السؤال وين ضل المتعب الموضوع؟ يا بريماطية شنو بلش نحن كمان نحن بلغ علي نحن كمان متنا على ايدهم نحن عم نصورهم. لا حبيبي عم نصوره. لا حبيبي نحن عم نصور الجيم. ري حبيبي يوتيوبر هاوت باند المعاقب اخوي لا مو فاتح بس اخي نحن عم نصور بدنا ننزله على اليوتيوب. لا لا مو من سوريا اخي عم اقول لك باند المعاقب. لا انت انت من سوريا من سوريا. ايه اخي من سوريا. يلا صور فجر حاله. فجر حاله. فجر روحه. مش ما يتبنت. مش ما يتبنت. تبنت تبنت هذه. هذا الهاكر تبنت يمكن. يا ولد. شوف الضحك الحين. بدي افتح العام بس اقطع الصوت. ايه انا اللي فجرت. لا 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 بدي لا لا راح اقطع الصوت. عشان اضحك عليك الهكر. لا 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 خلي 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 الهكر هذا حاله اسمه عشان يحكي. ايه بعرف بعرف. يلا يلا اللو اتركك منه اتركك منه. يلا عم بسمع صوته خلي اللوبي 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 خطر الهكر. اشتدك من فعلت هكر اشتدك والله. افا عليك حبيبي. عزيز مات بالشي اسمه بالريد زون. بالزون كلها هكرات لازم نستعمل. وعاد تونس تدري تسوي شو. يلا خلينا نتابع هذول. عم يضرب على الحيط. ليك من ورا الحيط مو مبين. شوف لك مو مبين حبيبي. شو بده يبين او ما هو بده يبين لعنده يعني ولا شو؟
يا جحش ما بتطير يا جحش يا جحش. وي ضربنا الكاميرا كمان. وين طاير؟ وين هربان؟ تسعة خلص الجيم. كم كيل خلص الجيم؟